السلام عليكم، تحياتي للجميع. اليوم ان شاء الله غادي نحاول نقدم لكم طريقه ديال التحضير ديال كروك ميسيو اللي هو فكره جديده ومشبعه للفطور، وكذلك يمكن نعملوها العشاء ونرافقوها بشي سلطه او لا سوب. غادي نحتاجو طماط، غادي على بركه الله هنا بان دومي. يمكن السيده تاخذ سبيسيال ساندويتش ولا تاخذ اللي كتعمل في الدار. بالنسبه لي انا اختاريت هنا ديال القمح الكامل كما تشوفوا معايا. يمكن السيده اللي اختارت بالدقيق الابيض ما كاين حتى شي مشكل. عندنا بان دومي، عندنا شاركوتري، اي نوع من الشاركوتري. عندنا جوج ساندويتش او فرماج مربع، شويه المايونيز، و بوغ لي غورمون شويه ديال الفرماج يكون غابي، وشويه ديال الزبيده باش غادي ندوزو هاد كروك ميسيو. نمر الطريقه هي بسيطه جدا جدا. غادي نخلطو الخبيز ديالنا، غادي ندهنو وجهو بالمايونيز. يمكن السيدة اللي بغات تدهن لي وجهو بالزبدة ماشي مشكلة. وغادي نصبو بالمعلقة، كروك ميسيو من بين الكلاسيكيات في المطبخ الفرنسي، اللي هي ولات متداولة حاليا بزاف ديال المواقع. كملت قطعة ديال جون ساندويتش، غادي نعمل الشاركوتري. غادي نقطع على حساب قياس ديال الخبيز اللي عندي، وغادي نديرها فوق الفرماج بهذا الشكل، وغادي نغطي الخبيز ديالي بهذه الطريقة. الجهة ديال المايونيز هي اللي تكون لتحت، وغادي نحاول نعمل مقيله نعمل فيها شويه ديال الزبده، وغادي نشحروا على جوج الجوانب. الكروك ميسيو ديالنا اصبح جاهز كيف ما شفتوا، عملناه بالقمح الكامل وغني بالفرماج. كتجي وصفه بنينه وفكره زوينه للفطور، كذلك العشاء كيف ما قلت لكم. كاين لنا فطور رافقوه بعصير ديال الحامض او عصير البرتقال. كيجي طبق متكامل. ما تنساوش تدعوا لايك للفيديو، كذلك اللي مازال ما اشتركش في القناه يشترك ويضغط على زر اشتراك ابوني سبسكرايب باش توصلوا ديما بالجديد ديالي. وشكرا لكم متابعتكم حلقه اليوم، نتلاقاو ان شاء الله في حلقه جديده من شهوات لاله.